هذه هي الفئات التي ستستفيد من الجرعة الثالثة لكورونا بالمغرب. أوصت اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة جائحة كورونا بضرورة منح الحقنة الثالثة من اللقاح للعاملين في القطاع الصحي والمسنين ممن تجاوزوا 70 سنة، المرضى بأمراض مناعية أو الذين يتلقون العلاجات المضاعفة للمناعة. وحسب الدكتور حمدي طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، فإن المغرب سينخرط في حملة الحقنة الثالثة كما بيّنت الدراسات العلمية أهمية ذلك. ووفق الأحداث، فقد أكد حمدي أن انتشار المتحور دلتا يقلل من فعالية اللقاحات، لهذا وجب استفادة من يعانون من أمراض مزمنة أو يجرون تصفية الدم أو من زرعوا أحد الأعضاء من الحقنة الثالثة.